يشكل تغير المناخ في دولة الإمارات أحد القضايا الرئيسية التي تتعامل معها باعتبارها التحدي الرئيسي للتنمية في الدولة وفي العالم. اهتمام ظهر بصورة جلية في استراتيجية الإمارات 2050 التي أكدت التزامها بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها. في هذا الإطار وقعت محطة CMA Terminals ميناء الخليفة المشروع المشترك الذي تتوزع ملكيته بين شركة CMA Terminals التابعة لمجموعة CMA CGM ومجموعة موانئ أبو ظبي عقد إنشاءات مع شركة الصين لهندسة الموانئ لإنشاء المباني ومرافق البنية الفوقية الخاصة. الاتفاقية الموقعة تشمل تطوير أول مبنى إداري خال تماماً من الانبعاثات الكربونية يتم بناؤه لمصلحة المشروع المشترك، ويتوافق مع الدور المحوري الذي تقوم به المجموعة بصفتها شريكاً رسمياً للشبكة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمجلس العالمي للأبنية الخضراء. ويتميز هذا المبنى الإداري الحاصل في شهر أكتوبر الماضي على جائزة العام لمشروع الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية بأعلى درجات كفاءة الطاقة من خلال اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة وتعويضات الكربون. العقل يشتمل فضلاً عن ذلك على تطوير 28 من المباني المخصصة للمكاتب والخدمات ومرافق أخرى ضمن المحطة، إلى جانب عمليات تمهيد مساحة أكثر من 1,000,000 متر مربع ومرافق لتكديس الحاويات ورافعات رصيف وطرق. ومن المتوقع إنهاء العمل على المحطة خلال النصف الأول من عام 2025، وستتم إدارتها من خلال المشروع المشترك بين CMA Terminals التابعة لمجموعة CMA CGM، وهي من الشركات العالمية الرائدة لتزويد الحلول اللوجستية للشحن البري والجوي والبحري، ومجموعة موانئ أبو ظبي. وستتمتع المحطة عند استكمالها بطاقة تشغيلية أولية تقدر بنحو 1.8 مليون حاوية نمطية، وسيتم ربطها بشكل مباشر بشبكة الاتحاد للقطارات قيد الإنشاء حاليا. وفي السياق، نوه سيف المزروعي الرئيس التنفيذي قطاع الموانئ مجموعة موانئ أبو ظبي بالعمل الذي تقوم به مجموعة موانئ أبو ظبي في ظل توجيهات القيادة الحكيمة حول ضرورة دمج مبادئ الاستدامة مع خطط تنفيذ الإنشاءات الجديدة، الأمر الذي ينعكس في عزمنا على تطوير أول مبنى إداري لدينا يحقق هدف الانبعاثات الصفرية ويتماشى مع جميع ممارسات التصميم التي نتبناها في أعمالنا مع الهدف الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء اقتصاد دائري وإعادة تدوير النفايات الناتجة عن الإنشاءات والعمليات التشغيلية واستخدام مواد تتميز بقابليتها لإعادة تدوير. ويواكب الاهتمام العالمي بتغيير المناخ اهتماماً مماثلاً في دولة الإمارات، حيث شاركت دولة الإمارات في معظم الاجتماعات التحضيرية التي قادت توقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في عام 1992، كما قامت بالتصديق على اتفاقية في عام 1995، أي بعد أشهر قليلة من دخولها حيز النفاذ في عام 1994، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 61 لسنة 1995 فور دخوله حيز النفاذ في عام 2004، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم 75 لسنة 2004. كما كانت الإمارات أول دولة بالمنطقة التي تصادق على اتفاق باريس في الحفل الذي أقامته الأمم المتحدة لهذا الغرض في مقرها بنيويورك في شهر سبتمبر 2016.